الناشطة اليمنية توكل كرمان والليبيريتان سالين جونسون سيرليف ولي ماكبوي تسلمن جائزة نوبل للسلام في العاصمة السويدية ستوكهولم تكريما لجهودهن السلمية كنساء في حل النزاعات. وقالت كرمان إن العالم الديمقراطي الذي تحدث كثيرا عن القيم الديمقراطية والحكم الرشيد لا ينبغي أن يبقى غير مبال بما يحدث في اليمن وسوريا. إن ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية ليست منعزلة ولا منقطعة عن ثورات الربيع العربي، لكنها وبكل مشاعر الأسف والحزن لم تجد ما وجدته ثورات أخرى من الدعم ومن التفهم ومن الرعاية الدولية. وكانت كرمان تناضل من أجل حرية التعبير وحرية المرأة، وهي أحد وجوه الحركة التي تطالب بتنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي تمسك بالسلطة منذ 33 عاماً.